أعزائي مشاهدي قناة زهرة العرب، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء مع دكتورة ميادة الحو، مدرب التنمية البشرية بجامعة طنطا. ونحن نتحدث اليوم عن مناسبة قومية وهي خاصة بالانتخابات الرئاسية لمصر. رسالة بتوجهها الدكتورة ميادة للشباب المصري، ماذا تقول للدكتورة ميادة؟ أهلا وسهلا بحضرتك معنا على قناة زهرة العرب، وعاوزين رسالة توجهها كمدرب التنمية البشرية للشباب المصري في الظرف الحالي. اهلا بحضرتك واهلا بكل فريق العمل وبالسادة المشاهدين. الحقيقه انا احب يعني اوجه رساله للشباب المصري، اقول له ان هو يعتز قوي بتاريخه، ولما يرجع للتاريخ المصري والتاريخ دولتنا العظيمه هيلاقي ان الشباب المصري عنده روح المثابره وعنده روح التفاؤل وعنده روح تحمل المسؤوليه. صحيح الفتره اللي احنا مرينا بيها اللي فاتت كانت فتره عصيبه جدا، وكانت فتره صعبه علينا كلنا يعني كشباب وككبار، حتى الاطفال لمسوها كمان. بس انا حابه اوجه الرساله تحديدا للشباب على اعتبار ان هم المستقبل ان شاء الله، وعلى اعتبار ان هم لازم يكون لهم دور اساسي في بلدهم ودور رئيسي، والدور ده يعني مش هيكتمل الا اذا كان عندهم روح الانتماء وروح التفاؤل. فانا بقول لهم يعني ان شاء الله القادم اجمل، وان شاء الله لازم تقفوا جنب بلدكم من خلال ان انتوا تشاركوا في الانتخابات الرئاسيه، وان انتوا تختاروا عن قناعه ويعني عن ضمير حي كل من انتوا ترونه صالحا. تمام، ونحن ايضا بدورنا عزيزي مشاهد قناه زهره العرب في كل ارجاء الوطن العربي بنتقدم بهذه الرساله تضامنا مع دكتوره ميادة الحو مدرب التنميه البشريه بجامعه طنطا، ونقول للشباب العربي بصفه عامه اهلا بالتفاؤل، اهلا بالامل، الوطن العربي انتم قادرون على صناعه الامل وصناعه المستقبل. ونقول في النهايه تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا العروبه، يحيا الامل، يحيا الشباب العربي. شكرا جزيلا لكم اعزائي المشاهدين، والى لقاء في حلقه قادمه إن شاء الله.